سلام المسيح مشاهدينا الأحباء، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. كل عام وإنتم بألف خير. العالم كله الآن بيحتفل بأعياد الميلاد، وبصلي إنه يكون الوقت ده وقت بركة تشعروا فيه بحضور الرب ومحبته الخاصة ليكم. برحب بيكم كلكم النهاردة، لكن الحلقة دي حلقة مسجلة، يعني علشان كده مش هنقدر ناخد تليفونات، لكن هيكون دايما في المرشدين موجودين يتلقوا تليفوناتكم ورسائلكم. بصلي ان النهارده الحلقه دي تبارككم وتعطيكم رؤيه جديده وامل جديد في حياه رائعه مع الله. دلوقتي بقى انا عندي ليكم مفاجاه. احنا في اخر حلقات العام، لكن بيقولوا كده أحلى حاجة هتكون الختام بتاع السنة دي، لأن النهاردة معايا حبايبكم وحبايبي فرحة ومارينا، فبقالنا كتير ما شفناكوش. برحب بيكم فرحة ومارينا، أهلا بيك يا فرحة. أهلا بيك يا أماني، وكل سنة وانت طيبة وكل الناس طيبين، وإن شاء الله السنة دي بقى تنتهي على خير. يعني كيف كفايه الناس عانوا لمده 9 شهور، الولاده تبتدي بقى وتبقى في اسم ميلاد. يسوع، امين في اسم يسوع. شوفي بقى، هنختم السنه بابتسامه فرحه وبضحكه مارينا الجميله. يا مارينا وحشتيني وحشت الجمهور على برنامج المراه المسلمه. انتوا طبعا منورين الشاشه في برامج اخرى، لكن برحب بيك يا حبيبتي. ازيك يا مارينا؟ ازيك يا اماني؟ وبجد كمان يعني احنا وحشتنا اللمه بتاعتنا احنا الثلاثه كده في البرنامج، ومن وقت طويل جدا ما تجمعناش. كل سنه وانت طيبه يا اماني، وتعيشي وتجمعينا، ربنا وكل يبارك. سنه وكل المشاهدين بخير، وان شاء الله تكون السنه الجايه سنه سعيده على العالم كله. ربنا يباركك يا حبيبتي. أنا فرحانة جدا بحضوركم النهاردة، وفرحانة إن إحنا كمان النهاردة هنكلم مشاهدينا عن مخلص العالم، ملك الملوك، الرب يسوع. في عيد الميلاد دايما إحنا بنعمل الحاجات التقليدية بقى، بنتكلم على ميلاد المسيح وكل ده، هنتكلم عن بعض الحاجات دي، لكن النهاردة عايزين نقول لكم من قلبنا مين هو مخلص العالم في حياتنا وللعالم كله، ومن هو اللي جه في الوقت ده في وقت الميلاد والآتي أيضا، علشان يباركنا بحضوره في آخر الأيام. الكل عمال يقول بقى احنا دلوقتي في آخر الأيام، لكن المؤمنين متطلعين للمجيء الثاني للمسيح. قبل ما ندخل بقى في كل التفاصيل دي، عايزة أولا أخد وقت كده، بما أن مارينا وفرحة وحشونا، فإحنا عايزين نعرف هم كانوا بيعملوا إيه بقى طول السنة اللي فاتت دي، وإزاي ربنا باركهم. فرحة، ابتديتي تحكي لنا عن أزمة الكورونا والاكتئاب اللي كلنا مرينا بيه، والأمور الصعبة اللي العالم كله مر بيها. شفنا العالم كله اتحط كده في بوتقة صغيرة، وبقينا كلنا عندنا نفس المعاناة ونفس الآلام، لكن خدام الرب بيشوفوا الحكاية دي بصورة مختلفة، ولينا اختبارات فيها بتبقى مختلفة. فأنا عايز أسألك أولا، عملتي إيه طول السنة اللي فاتت دي، وإزاي مر عليكي فترة الحجر وكل ده؟ تحبي تشاركي إيه مع مشاهدينا في الأمر ده؟ بصراحة أماني، أنا بالنسبة لموضوع الكورونا واللي حصل، وده من شهر 3، وتقريبا يعني نقول إن إحنا محبوسين في البيت لوقت أكتر. يعني أنا عن نفسي، عن شخصي، اختباري يعني إن أنا خدتها من المنظور الحلو. يعني هتستغرب الكلمة دي، إن أنا خدتها على فترة راحة، فترة بعيدة عن يعني بعيد عن العالم، بعيد عن الجري والكلام ده كله. شايفاها إن فترة راحة روحية ليا. ما كنتش يعني هتتفاجئي إن أنا ما اكتئبتش يعني نشكر الرب. هو صعب تكتئبي، يعني فرحة صعب تكتئب.
لا ليه بقى؟ انا يعني عودت نفسي ان انا اشوف الجزء الحلو في الحاجة، الجانب المضيء فيها. الجانب المضيء فيها ان انا لغاية دلوقتي عايشة. مجد الجانب للرب. المضيء فيها ان انا الحمد لله ما جاتش الكورونا ناحيتي. نشكر الرب. فيها ان قاعدة في بيتي اكتر، بشوف حياتي اكتر، ما فيش حد عندي في البيت نشكر ربنا جاله الكورونا. نشكر الرب. الحماية دي كل يوم انا بشكر عليها ربنا، فانا شايفة الجزء ده كويس قوي قوي فيها. الخسارة طبعا انا بزعل عشان الناس والاحزان اللي بيمر بيها الناس واللي بيفقد حد، بس بكون زعلانه عشانه، طبعا لكن الناحيه الشخصيه انا ما كانش فيها تاثير الصراحه، يعني ما كانش فيه تاثير جامد قوي يعني عليا، الا طبعا مروح الكنيسه مثلا، بس برضو دي ما كانتش مؤثره جامد عليا، لان انا بعتبر ان انا جوه بيتي انا بقدر اعمل الكنيسه جوه بيتي. امين. انت عملتي مؤتمر لوحدك دائم، مؤتمر طويل الشهور اللي فاتت. تسعة طيب خليني اسال مارينا، ارجع اسالك يا مارينا انت نفس السؤال، وبعدين عايزه بعد كده اسالكم بقى على الرب استخدمكم ازاي في الخدمه، تقولوا لنا عملتوا ايه السنه دي. مارينا الفتره دي مرت عليكي ازاي؟ هو الحقيقة برضو يعني نفس الموضوع، يعني أهم حاجة أماني إن إحنا مش بنكون خايفين، لأن ربنا دايما هو اللي بيعمل الصالح لينا. فربنا شاف إن الفترة دي الناس كلها يعني ممكن تخاف، ممكن تتوهم. بصراحة لا، يعني إحنا بنشكر ربنا، يعني عدت علينا الفترة دي بكل سلام، والأسرة كلها كانت كويسة، وما خفناش خالص، يعني محدش عندنا خايف يعني بصراحة. نشكر حتى ربنا. قلنا حتى لو جت ربنا هو اللي متحكم في كل الأمور، فإحنا عشنا للرب نعيش ونموتنا للرب نموت، أمين. فإحنا مفيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح، لا شدة ولا مرض ولا ضيق ولا أي حاجة تفصلنا عن محبة المسيح. ف في كورونا احنا مع المسيح، مفيش كورونا احنا مع المسيح. فالأمراض والحاجات دي يعني بنسلم حياتنا لربنا، وهو بيتصرف فيها زي ما هو عايز. أمين. ودي دعوة لكل المشاهدين النهاردة اللي بيسمعونا واللي بيشاهدوا البرنامج، يعني سلم الأمر ده للرب. إذا في قلبك اكتئاب، إذا في قلبك خوف، دي حاجات كلها محاربات من الشيطان عايز يخوفك يكسر نفسك. أنا فاكرة فرحة ومارينا، فاكرة الأخ وحيد، كنا عاملين اجتماع يعني نتكلم فيه هنعمل ايه في وقت الخدمة بتاع الكورونا، وكان يعني بعد فترة من قعدتنا في البيت، فأنا فاكرة الأخ وحيد قال أنا وعيلتي فرحانين جدا بالرب، الوقت اللي بنقضيه مع ربنا ده سبب فرحنا. وفعلا دي حقيقة، أنا وبنتي أخدنا الكورونا لكن الرب شالها من علينا، ومفيش حد تاني في العيلة جرى له حاجة، ومرت وعدت. يعني الرجاء في الرب هو اللي شالنا في الفترة دي، وأنا متأكدة إنه هيشيلكم كمان ويستمر إلى يعني ما يحصل الفرج. خليني أرجع لفرحة وأسألك يا فرحة، السنة دي هل يعني أنت بتقولي كده أنا قاعدة في البيت ومبسوطة، فالناس تفتكر إنك قاعدة مش بتشتغلي، ف حكي لنا كده ربنا استخدمك في ايه السنة دي؟ بصي يا أماني، هو يعني الخدمة إن أنا لازم أروح الاستوديو، لا طبعا احنا بنلاقي طريقة، لازم إيه الشطرة تغزل بإيه؟ برجل برجل حاجة. أي حاجة، مرة العمر مش وحش يعني. طيب فعملت الحلقات من هنا، ما فيش حل تاني، لأن طبعا ممنوع الخروج من البيت، الكلام ده. مارست الخدمة كانت على أكمل وجه، كأني بالظبط ما فيش كورونا، هو بس المكان اللي بيختلف، لكن المرأة اسمها إيه دي، هو تحت العمة إيه بقى كنت بعملها، بعملها يعني ما فيش مشكلة. أي
برضو القرآن دراسة وتحليل. أنا ومارينا عملنا حلقات لايف، مش كده يا مارينا؟ كنا بنعملها يوم إيه يا مارينا؟ أنا كانت ناسي. بتبقى الحد يوم عملنا حلقات اللايف بتاعت ده. دي عايزة أكلمكم عليها لوحدها، لأنه دي الفترة اللي كلنا طلعنا على الفيسبوك. يعني أعتقد إنها كانت من أفضل الفترات اللي إحنا عشناها كفريق كجماعة يعني. لكن عملتي المسيح من هو، لا مش المسيح من هو، قلتي القرآن دراسة وتحليل، المسيح هو الحل. عملتوش؟ لا أوكي يا كفايه كده ماني، وانا بخدم برضو على الانترنت وفي خدمه نشكر الرب، متابعه والحاجات دي كلها، دي برضو الوقت بيبقى دي كده. لا تتوقف يعني، وربنا بيستخدمك فيها، وأنا بسمع ثمارها دائما من المتصلين. الرب يباركك. مارينا قوليلي أنت السنة دي ربنا استخدمك في إيه، وعايزاكي كمان تحكي لنا على برنامجك، لأنه يعني أنا معجبة جدا بالبرنامج ده، ومعجبة بالفكر اللي بتقدميه والحقيقة اللي بتقدميها. ويعني نفسي إنه نفكر المشاهدين بتفاصيل برنامجك أكتر. شوفي يا أختي أماني، أنا عايزة وقت فوق الوقت أصلا علشان يعني كتير حاجات كتير الواحد ممكن يعملها. طبعا الحلقات عملت زيكم بالظبط من البيت، الحلقات بتاعتي الجديدة ومع فرحة وعندي خدمة على الإنترنت، بس غير ده كله إن أنت بتقعدي تبحثي أي في الكتب الإسلامية، ده برضو محتاج وقت ومحتاج تركيز حاجات كتير يعني. فاحنا ده يعني الوقت طلبنا من الأكبر ربنا يدينا يعني، الوقت اللي احنا انت بتقدمي برنامج صح. 10 دقايق، بتقعدي تحضري له كام ساعة، كام يوم؟ فالحقيقة يعني احنا محتاجين صلاة، يعني كل الناس اللي بتسمعنا صلوا، لكل الخدام في كل مكان ربنا يديهم وقت، يديهم حكمة ويديهم بصيرة كده انهم يوصلوا كمان المعلومة. أمين. اما عن البرنامج فطالما هاخد فرصه ان انا احكي عنه، الحقيقه اختي اماني المسلم فاكر انه هو موحد، وان التوحيد في الاسلام يعني هم دين التوحيد، وان المسلمين في العالم كله زي بعض. والبرنامج بتاعي بيفصل فرقتين مختلفين عن بعض، انا مش بدخل في كل تفاصيل الفرق الاسلاميه، انا بدخل في تفاصيل فرقتين بس، اللي هم الأشاعرة اللي هو الأزهر، هو الأشعري بيمثل يعني أكبر نسبة الأشعرة اللي هو زي الأزهر، والسلفية اللي هم زي السعودية عشان الناس تفهم يعني. والحقيقة إن رسول الإسلام كان جاي بمعتقد لغاية سنة 250 بعد موته، كانت الناس فاكرة إن الله هو الله أكبر، اللي يعني مستوي على العرش، عنده يد حقيقة على الحقيقة يعني، وعنده ساق وعنده قدم وعنده وجه وعنده صورة، ويضحك وينزل يعني ويأتي، ويعني عنده صفات فعلية حقيقية، نزول وضحك وكده. لكن بعد 250 سنة لما المسلمين انتشروا في يعني وتواصلوا مع المسيحيين والفلاسفة وكده، فكرة الإله اللي هو العملاق الكبير اللي على العرش ده، قالوا إيه اللي إحنا فيه ده؟ إحنا خلينا تعالوا نشوف حاجة تانية، يعني إحنا خلينا نخترع إله تاني غير اللي جه بيه رسول الإسلام. فجه واحد اسمه أبو حسن الأشعري، وده كان بداية المذهب الأشعري، وده كان معتزلي يعني، قعد في يعني اتربى، جوز أمه هو اللي رباه، وقعد 40 سنة على مذهب المعتزلة. وبعدين فجأة كده قال أنا الرسول جالي في حلم وقال إيه، أن أنا أقاعد المذهب الجديد. فراح المسجد وراح خلع هدومه وقال إني أنخلع من مذهب المعتزلة، وخلع هدومه ورماها في وجوه الناس وقال كده إني أنخلع من مذهب المعتزلة، وراح البيت عمل المذهب الأشعري. إيه المذهب الأشعري؟ يعني بدل ما الله يكون عنده يد على الحقيقة، قال لا، اليد دي مش يد، دي قدرة. الساق يعني شدة،
الضحك يعني تعجب، عادي أول كل الصفات، أي وتأويل الصفة هو نفيها. أم فابتدى يخترع إله غير الإله اللي جه به رسول الإسلام. يعني أم هل مثلا لما أنا أسأل واحد أشعري هل لله مثلا صوابع؟ يقول لي لا. أم هل الله ينزل؟ يقول لي لا. يعني بيكر كل حاجة. أم وأنا دايما بقول مثلا علشان الناس تفهمني، يعني أنا دلوقتي يا إخوة لو أنا هوصف ليكم شجرة وأقول لكم الشجرة فروعها مجازية، ثمارها مجازية، جذعها مجازي، ورقها مجازي، كل حاجة فيها مجازية، يبقى أنا بوصف الوهم. وهكذا فعلوا الأشاعرة، وصفوا الوهم. فإله الأشاعرة، لما نسأل مثلا أين الله، ده يعني بتدور الحلقات في سؤال أين الله، يقول لك الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا جنوب ولا شمال ولا أي حاجة، يعني مش موجود. أيوه فالفكر الأشعري هو يعني باختصار هو نفي لكل نفي للقرآن أو تكذيب القرآن وتكذيب أحاديث الرسول. يعني مثلا هقول مثل واحد، سأله رسول الإسلام هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال إيه؟ أيوة ستروا. يعني قال هل تدرون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تدرون في القمر ليس دونها سحاب؟ فأنتوا هتروا ربكم كده. ويأتيهم الجبار في صورة غير الصورة التي تعرفون، ويقول أنا ربكم إلى آخر الحديث. وهيجي أيوة الصورة ويقولوا له نعوذ بالله منك، فيغير صورته ويجي صورة تانية. طيب ده إيه؟ ده الحديث الصحيح اللي في البخاري. لكن الأشعري يقول لا، إحنا مش هنشوف ربنا. طب يعني بينكروا اللي بيقوله رسول الإسلام. يبقى المذهب الأشعري هو إنكار أو تحريف الكلام عن موضعه للقرآن، وإنكار كل اللي قاله رسول الإسلام عن طبيعة الإله. يبقى عندهم إله غير الإله اللي عند السلفية، وهكذا كل الفرق. يبقى الفرق الإسلامية كلها ما عندهمش عقيدة واحدة. يعني إحنا مظبوط كمسيحيين أختي أرماني أرثوذكس إنجليين كاثوليك عندنا معتقد واحد، عندنا عقيدة واحدة، عندنا إله واحد لا نختلف أي فيه، عندنا قانون إيمان واحد في كل العالم، مش بنختلف في طبيعة الله. لكن المسلم التوحيد عند الأشاعرة، ليس هو التوحيد عند المعتزلة، ليس هو التوحيد عند السلفية. خليني أقول لك مثلا تاني عشان ما أطولش برضه على المشاهدين. يعني مثلا كلام الله، يعني القرآن يقول إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما. السلفية تقول إيه؟ السلفية تقول لا، الله بيتكلم بصوت وحرف. نعم يروحوا الأشاعرة يقولوا إيه؟ لا، الله بيتكلم كلام نفسي. المعتزلة يقولوا إيه؟ الله لا يتكلم. يبقى مختلفين في كل حاجة، في نروح كل بقى عند صفات مين بقى الله في دول؟ بيختلفوا فيه. نروح فين بقى في بس الآخر؟ دلوقتي أو لسه المسلم يروح هتدعيلي فين؟ للإسلام. يا لا بس يعني فكرة والمشكلة يا مشكلة يا أماني. أيوه أنا كنت عايز أسأل المشكلة بس يا أقول أماني إن المسلم مش عارف، اتفضل. مش عارف هو اصلا على مذهب مين، هو غير دارس. يعني هل انا مثلا لو نزلت للعامه في مصر وقلت لهم انت اشعري ولا سلفي ولا انت بتعتقد ايه في الله، مش ما يعرفوش العقيده بتاعتهم. يعني لا الموضوع ده غير واصل للعامه اصلا. ايوه صحيح. والأهمية اللي حضرتك بتقدميه وفرحة، يعني خليني أسألك كمان في الحتة دي، النقط اللي مارينا بتقدمها في البرنامج ده يمكن تكون صعبة على العامة، ولكنها في الحقيقة بتوري قد إيه إنه الشيطان صمم عقيدة تبقى ضد المسيح وتبعد الناس عن إله محب ملموس موجود معانا، وتشتتهم عن ده، حتى لما يكون في لمحة تقربهم من إنه الله موجود معانا وطبيعته واضحة، يروحوا لاغيينها بثلاثة أربعة تانيين. صحيح صحيح. دي فكر الشيطان، ان الشيطان بيشتت عشان يبعد، دايما يقول فين العصفوره. ايوه هي فين العصفورة دي؟ ده صح. فعشان يبعدك عن الفكره الوحيده. وبرنامج مارينا فعلا ده يؤكد تماما ان المسلمين عندهم اكتر من 70 اله. بس ما يعرفوش، عمرنا ما عرفنا كده، ما كناش نعرف. حسين ما كنتش اعرف الكلام ده. اتعلمت كتير من مارينا، ويعني
بس حضرتك قلتي ان العامه مش هتفهم. بص يا اماني، صدقيني العامه كتر التكرار هيفهموا. أي هم دلوقتي طبعا بالتأكيد ابتدوا يفهموا. يا أمين. طيب خليني هقول نقطة تانية كانت مهمة قوي في السنة دي، وعايزة أعرف أنتوا اختبرتوها إزاي السنة دي بالرغم من الضغوط اللي كانت فيها، لكن أنا بقول إنه أنتجت برامج روحية قيمة. الوقت اللي قضيناه بنخدم مع بعض على الفيسبوك وبنعمل لايف كل يوم من بيوتنا، وكل واحدة واحد مننا قاعد بيرد على الناس في برنامج أخوه وأخته، ومتواجدين بنسمع كل برنامج وبنصلي مع كل واحد. ده كان وقت رائع جدا. يعني برنامجكم ما كانش حد مننا بيقدر ما يحضروش، لأنه المادة قيمة. بس كنا بنضحك قوي، بنضحك كتير. كنت مفتقدة الضحك معاكم، فكنت بضحك معاكم على الفيسبوك. قولوا لي اختبرتوا الحتة دي ازاي والوقت ده ازاي مع الرب؟ أروح لفرحة الأول. صدقيني طبعا وحدة الفريق يعني فعلا أولا الشعور إن إحنا عايزين نخدم، يعني الشيطان مش هيجي يكبلنا ويقول لا هتقعدوا زي المكسحين كده في البيت. لا، ربنا فتح لينا الإنترنت، ودي بنشكر ربنا عليها. يعني دي حاجة برضو من بركات الرب، الإنترنت، إن إحنا قدرنا حتى في الظروف الصعبة قدرنا إن إحنا نخدمه. أنا ومارينا دايماً أنت عارفانا يعني متفقين دايماً، ما هي بتكبر دماغها معايا وأنا بكبر دماغي معاها يعني. فكانت تيجي لنا نتناقش في الفكرة، تيجي لنا الأفكار ونطلع بقى ونتكلم فيها، كانت بتبقى كأنها فسحة ومتعة، وفي نفس الوقت بنقدم معلومة في من خلال الإنترنت. فدي نشكر كانت فترة جميلة يعني، كنا مستمتعين بيها أنا ومارينا بشكل غير عادي يعني. أمين، نشكر الرب. مارينا، أنتي اختبرتي الوقت ده إزاي؟ صدقيني أماني، أنا ما عنديش وقت أصلا، يعني في الوقت عندي فعلا مشغول جدا. فأنا مسألة إن أنا الوقت يكون فراغ مثلا ما عنديش حاجة أعملها، لا، أنا ما فعلا وقتي طول الوقت مشغول. والخدمة يعني، عارفة أختي أماني، يعني وأنت بتتكلموا كده جت في مخي فكرة إيه؟ فكرة إن الإسلام، يعني رسول الإسلام ما سابش حتى ورقة. ورقة تدخلي المكتبة تلاقي كتب مالية المكتبة، الشيعة غير السنة غير الأحمدية غير القرآنيين. يعني الإسلام ده مواضيعه مش بتخلص. أي كتبوا إمتى الكلام ده؟ كتبوا إمتى؟ إحنا عشان نعمل الحلقات ده، يعني أنت عارفة يا أماني طبعا عشان حضرتك برضه بتعملي حلقات، المواضيع كتير جدا جدا، طبعا وكل ما بتبحثي في الإسلام تلاقي مواضيع كتير بتيجي قدامك. فربنا يدي الوقت وزي ما ربنا يرتب لنا يعني كده، ونخدم نشكر الرب. ونعرف الناس الحقيقة يعني. أمين أمين. طيب خليني ندخل بقى في موضوع حلقة النهاردة. يعني موضوع الحلقة هو مخلص العالم. في وقت الوقت اللي احنا فيه ده، الناس بتبقى عندها يعني البيوت بتتزوق والشوارع بتتزوق، حتى بعض بيوت المسلمين بيكون فيها مظاهر لبعض مظاهر الاحتفال، وهم حتى مش عارفين هم بيحتفلوا بإيه، ده الكريسماس ولا رأس السنة، يعني ما هماش عارفين. لكن في دايما مظهر من مظاهر الاحتفال موجود، لكن الحقيقة مظاهر الاحتفال دي بتفرحنا شكليا، لكن الهدف ان احنا نعرف مخلص العالم جه ليه. مين هو مخلص العالم؟ بنشوف صورة المزود ويسوع الطفل في المزود، ويعني ساعات لما ببص للصورة دي قد ما أنا بحبها قد ما بكتشف إنه يمكن الناس ما بتفهمش
قدر عظمة هذا الحضور الإلهي بشكل كافي. عايزة أسألك أنت يا فرحة، الأول من الصعب على أخواتنا المسلمين أنهم يفهموا الصورة دي ويفهموا مفهوم الخلاص. السؤال اللي عندي دلوقتي وعند المشاهدين إنه هل هناك مفهوم للخلاص في الإسلام؟ الحقيقة لا أماني، ما عندهمش المفهوم ده على المستوى المسلمين كلهم، حتى كلمة الخلاص مش معروفة عندهم. ليه بقى؟ لأن عندهم نظام هات وخد، والحسنات يذهبن السيئات. ده الله عندهم كده، الحسنات يذهبن السيئات، واعمل ده وما تعملش ده، عدم ضمان الجنة، الله أي. الماكر، أي. المضل، الله اللي ما عندهمش يقين، عايشين كده ايه في يعني ايه في الباي باي، الواحد في الباي باي. في الإسلام لما تيجي تسألي اي مسلم انت هتروح الجنة ولا لا، يقول لك الله أعلم، الله أعلم طبعا. يا الله ورسوله أعلم، والرسول كمان لا يعلم، يا الصحابة كمان لا يعلمون. ففكرة خلاص مش عندهم خالص، لأن الإسلام رسخ فكرة إيه؟ العمل. الثواب والإيه؟ والحسنات والسيئات والميزان، وكل اللي ميزان اللي يطب والميزان مش عارف إيه، والصراط المستقيم، واللي يقع هنا يبقى إيه واللي يقع هنا يبقى إيه. هي دي حياتهم، عايشين زي ما قلت لك كده. الإسلام حط المسلم في تفاصيل عشان يبعدهم على فكرة الخلاص. انا بفكر وانا ويعني وانا مسلمة كنت بحس انه بعد ما عرفت المسيح عمري ما حسيت انه كان ممكن في حد يخلصني من احساسي باني ههلك، احساسي باني هروح النار. لكن اتنقلنا لمفهوم الخلاص والمخلص في المسيحية والصورة اختلفت تماما. بس انا يعني هل فكرة الاحتياج لمخلص موجودة في أي شيء في التعليم الإسلامي على الإطلاق؟ المخلص ما فيش حتى، الاحتياج. يعني احنا محتاجين، يعني بصي محتاجين نخش الجنة، بس ما فيش أمل في دخول الجنة. بجيبها لك بصراحة، محتاجين كل مسلم بيصلي، بتصلي بتصوم ليه؟ بتعمل كده ليه؟ بتزكي ليه؟ عشان اخش الجنه. طب انت ضامن تخش الجنه؟ يقول لك الله اعلم. فالمسلم بيجري على الجامع ليه؟ عشان خايف. ليه؟ عشان خايف. بيعمل ايه؟ بيروح يحج ليه؟ عشان خايف. كل حاجه عشان خايف. لكن الخوف ده ليه نهايه؟ لا، ملوش نهايه. لأن الخوف له عذاب، الكتاب المقدس بيقول كده، الخوف له عذاب، وإحنا كنا معذبين بهذا الخوف، لأنه من غير ما أعترف إن أنا إنسانة خاطية كده على الملأ، أنا كنت عارفة إن أنا خاطية وأنت عارفة إنك خاطية، بس ما إحناش فاهمين المعنى. مارينا، لو عندك إضافة تفضلي. طبعا طبعا أماني، الإسلام مش ضامن للمسلم أي حاجة، المسلمين خايفين، وساعة الموت بالنسبة لهم هو الخوف العظيم اللي مش عارفين هيروحوا فين. حتى الصحابة يعني أحاديث كثيرة، واحد يقول يا ليتني كنت بعرة لما جه يموت، واحد تاني يقول يا ليتني كنت نفسي معصيا، والرسول نفسه قال لهم يعني قاربوا وسددوا لا يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا له ولا أنت يا رسول الله، قال لهم ولا أنا، يعني حتى أنت مش ضامن حاجة في الإسلام خالص. المشكلة في الإسلام هم مش عارفين فين المشكلة وفين الحل. أنا خاطي، طيب إزاي هروح أعيش مع القدوس بخطيتي؟ ف المسيحية، أو يعني زي ما البرنامج بتاع فرحة، المسيح هو الحل. المسيح جه علشان يترك لنا السلام، ما هو قال كده، سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم،
أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. فالمسيح أصلا جاء عشان يدينا السلام اللي نعيش بيه حياتنا على الأرض، وكمان يدينا الضمان للحياة الأبدية. فالمسيح جاي على الأرض اتجسد علشان يخلصنا ويفدينا، والفكرة دي مش واصلة للإخوة المسلمين خالص. وده الفكر المفهوم المسيحي بقى عن الخلاص والاحتياج لمخلص، اننا كنا اموات بالخطايا. النقطة الفرق ليه يعني الإسلام لم يعلم الناس مفهوم للخلاص، لأنه بيحجب عن الإنسان إنه يشوف نفسه على حقيقتها، دايما بيغطيها بحتة أنا أجري أعمل عمل أروح أصلي. يعني تلاقي الراجل مثلا واحد بيجري رايح الجامع يصلي زي ما قلتي، ويقول لك يا عم ما تأخرنيش، هو أنا ناقص ذنوب؟ رعب دائم. فرحة، إمتى أنت شعرتي باحتياجك الشخصي لمخلص؟ أقولها لك بالفلاحي، آه لما لبست في الحيط. لما لقيت اليأس، عارفة أماني، لما ابتديت أعمل كل ما أعمل حاجة حلوة ألاقي نفسي أعمل حاجة وحشة، أجي ألاقي الشر قدامي على طول، زي ما بولس الرسول بيقول أعمل يا دوبك الحاجة الحلوة، الحاجة الوحشة تيجي بعدها ايوه وأكتر وهكذا. كان في صراع ان انا عايز ارضي ربنا، لا ربنا راضي. وقوله ما بيملاش عينه اي حاجه من اللي انا بعملها، وفي نفس الوقت هذا الجسد حياتنا ماشيين في الغلط على طول. فيعني الصراع ده كان رهيب بالنسبه لي، لا الله عاجبه حاجه ولا انا شخصيا بملك نفسي. البني آدم طول النهار، على فكرة المسلم لازم يفهم إن الخطية مش الزنا ها بس، لا الخطية هو الكذب، هي العين الشريرة، هي النميمة، هو كل الحسد، القلب. كل الكلام ده. هل ايوه إحنا في حاجة من دي مش بنعملها؟ لازم يكون حاجة على الأقل بتتعمل، نعم يعني دي لوحدها تودي جهنم. اروح نعم اعمل اعمال كويس، ارجع اعمل اعمال وحش، اعمل اعمال كويس، اعمل. عارفه كنت بقى في حيره، لقيت نفسي لبست في الحيط وخلاص بقى بسلم الرايه وانا محتاجه المخلص. انت تعرفي يا اماني، دي بقى مفاجاه، خديها مني بقى مفاجاه قولي. للناس اللي بيتفرجوا علينا. انا كنت قاعده مع صاحبتي وبكلمها بتقول لي انت عايزه ايه بالظبط؟ أول مرة ولا كنت أعرف يعني إيه خلاص، ولا خلاص، ولا هذا اللفظ أصلاً، لا كان في إنترنت بقى ولا حاجة. اللفظ ده أصلاً ما كنتش أعرفه. ولا انا يا لقيت نفسي وأنا ساكتة كده وببص لها، وقلت لها عايزة الخلاص، إيه رأيك في واو المفاجأة؟ قالت لي إيه ده؟ إيه واو يعني إيه خلاص؟ قلت لها مش عارفة، انا لقيت نفسي بقول الكلمه دي، انا عايزه بس. ده روح قلت لها الله. قالت لي انت عارفه معنى الكلمه دي؟ قلت لها لا. لقيت نفسي بقول، ودي مفاجاه لاي حد ما يعرفش ان انا قلت الجمله دي بالظبط. ايوه فعلا روح ربنا كان بيقودني ان انا اوصل للخلاص، انا عايزه اخلص، انا عايزه أوصل للسكة اللي فيها أضمن حياتي الأمن. يعني الإنسان عندما يواجه نفسه ويواجه بنفسه في الحقيقة، يعرف إنه لا يصلح إنه يواجه الله. فعشان كده نعرف إن إحنا محتاجين مخلص. ودي كانت نقطة في حياتي أنا شخصيا، كان ربنا بيواجهني باللي في قلبي، وكنت عارفة إنه لا يصلح إنه يكون أمام إله قدوس، إلى أن قبلت المسيح أو قابلت المسيح. يعني دي مارينا، أنت قصتك مختلفة عننا، أنا حاسة أنك قاعدة مزنوقة في وسطنا كده ساعات وما بنتكلم في الحاجات دي، لكن ده مش حقيقي بصراحة، لأنه أنت كمان بما أنك يعني مولودة في عائلة مسيحية، عشتي حياة مسيحية، درستي في الكنيسة،
يعني كل المعاني اللي احنا قعدنا سنين نحاول نفهمها، اوكي، انتي نشأتي عليها. ولكن هناك وقت الله بيتعامل مع الانسان كشخص، مش كمجتمع ولا كنيسة او عيلة. انتي شعرتي انتي بنفسك انك محتاجة المخلص؟ هل ممكن تشاركي المشاهدين بده؟ شوفي أماني، إحنا كمسيحيين، أنا بصراحة يعني أنتم المفروض بتحسدونا على الطفولة، إحنا اتربينا في طفولة يعني هادية، ربنا بيحبنا، المسيح حبنا، المسيح فدانا، ده اللي اتربينا عليه طول الوقت. وبعدين حتى يعني في مدارس الأحد، في كتب الدين المسيحي، نشوف إزاي ربنا بيعمل معجزات وبيحبنا وبيحب الإنسان، وازاي هو مستنيك، مش بنخاف منه، يعني ما تربناش على الخوف كمسيحيين. حتة ان احنا نخاف من ربنا دي مش موجودة خالص، مخافة الله غير الخوف من الله. ف يعني حياة فيها ايه، سلام، فيها سلام، لكن في وقت كده انت بتاخدي معلومات كطفلة، بتكبري في مراهقة، بعد كده شاب كده، انت واخدة كل المعلومات، عايشة في سلام وكل حاجة، لكن في وقت معين يكون في اختبار كده شخصي ليكي مع ربنا، في اختبار حقيقي بتتلمسي فيه مع ربنا، وبيكون هو ده الإيمان. إن أنا مش بؤمن بمجرد كلمات قريتها أو تعاليم تلقيتها وأنا صغيرة، لا، ده في لقاء حقيقي حصل مع هذا الإله وإيمان راسخ. يعني لا يهزني، مثلا يا أختي أمين، يعني المسلمين، الأخوة المسلمين يقول لك مش عارفة فلان الفلاني أسلم، مسيحي يعني أسلم، والدكتور مش عارفة، يقعد يخترعوا حاجات كده، أو ممكن أنا ما أعرفش، ممكن يعني حاجات كده. ده انا كل الحاجات دي لا تؤثر على المسيحي. لازم المسلم يفهم ان الحاجات دي لا تؤثر على المسيحي. ليه؟ ان احنا عندنا علاقه شخصيه مع ربنا، بيسمعنا، بنسمعه، يتعامل معانا معامله خاصه جدا، وكل واحد غير الثاني. فالحقيقه مفهوم الخلاص بالنسبه لنا احنا كمسيحيين عند نقطة إيه؟ عند نقطة الاختبار الشخصي. خلاص أنت بتتعاملي مع ربنا، هو ده المخلص الحقيقي بتاعك، هو ده اللي أنت ضامنة فيه الحياة الأبدية، اللي مستنية اللقاء. يعني ليه اشتهى أنطلق؟ كلنا مش ما عندناش حتة خوف الموت، لينا اشتهاء أن ننطلق، عايزين نتقابل معاه ونفرح معاه. أمين أمين. طيب، يعني النهاردة أنا نفسي إنه نتكلم عن لماذا أتى المسيح، من فمه هو، من كلامه هو. يعني كون المسيح أتى دي يعني مثبتة تاريخيا، صحيح؟ العالم كله عارف هذا الشخص وأثره في الناس اللي كانوا عايشين في وقته، وأثروا على العالم من بقى. يعني التاريخ اتفصل قبل الميلاد وبعد الميلاد، يعني في إثباتات تاريخية تقول إن المسيح كان موجود. لكن النهاردة احنا بنتكلم عن الجزء الروحي. إيه الحاجات اللي المسيح قالها؟ قال أنا جاي ليه؟ المسيح أتى ليخلص. هسيب لكم كل واحدة تقول إيه اللي المسيح جه يعمله وإيه اللي ما جاش يعمله. عندنا أفكار يعني حطيناها كده نشارك بيها المشاهدين، لو كل واحدة منكم تختار فكرة تفضلوا. فرحة تفضلي. شوفي يا أماني، المسيح جه علشان يدينا حياة أفضل. جاي يدينا حياة أفضل، فيعني دي عشان يطرد الخوف من حياتنا، عشان يدينا حياة أبدية. فيعني دي حاجة مهمة جدا يا أماني. أيوة. إن اليقين، يعني مثلا بالظبط كده زي ما أنتي قلتي، جاي عشان يدينا يقين، عشان يخلص ما قد هلك. يعني أيوة. أنا واحدة من الناس كان خلاص، يعني بقول لك لابسه في الحيط، لابسه في الحيط، يعني ما فيش امل عندي خالص في النجاه. يعني كل يوم كنت بنام يا اماني
لازم اخد منوم عشان انام علشان ايه اللي يحصل، ما احسش وانا بموت يعني. شوفي، لكن انا كنت هلكه، لكن المسيح جه ادالي الامل، خلصني من الهلاك واداني حياه ابديه. فدي هل دي يعني دي مش كفايه؟ هل اداني الامل والفرح خلاص انا لو مت دلوقتي انا عارفه انا رايحه فين. ايوه، وفكره انه هو لما جه على الارض انه في الوقت ده في وقت الميلاد، جه لكي يخلص، جاء لكي يعطي حياه، جاء لكي يضيف لينا النعمه اللي كانت ناقصانا. صحيح مارينا، ايه تاني من النقط اللي اتكلمنا فيها تحبي تشاركيها النهارده؟ المسيح جه علشان يعمل حاجات، وجه قال انا جاي علشان اخلص، بس انا ما جيتش عشان اغير، انا جاي علشان اكمل، وهكذا يعني. كلمينا عن نقطة من النقط دي. شوفي أخت أماني، في نقطة مهمة جدا. ربنا بيحب خلقه برغم خطاياها، يعني ربنا بيحب الخطاة وبيكره الخطية. يعني إيه؟ عشان المسلم برضو الفكرة دي مش بتبقى واصلة له. يعني أنت لو ابنك مريض أنت تكره المرض لكن ما تكرهش ابنك بسبب مرضه. ربنا بيحبنا برغم خطايانا. فالمسيح جه مش علشان جه عشان يفدينا، مش جه علشان لأي غرض تاني. لأ، المسيح جه كده يقول لك إيه؟ فتيلة مدخنة لا يطفئ. يعني لو ربنا شاف فيك حاجة كده زي الفتيلة المدخنة مش هيطفئها، بالعكس هو جاي عايزك، هو بيحبك، هو فداك، يعني بذل نفسه من أجلك. فالمسيح بيقول أنا إيه؟ أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. فأنت ليه ترفض الحب؟ ربنا جه على الأرض علشان يبذل نفسه من أجلك، علشان ما تكونش فيك أي خطية، يمشي كل خطاياك بدمه. هو دفع ثمن كل خطاياك، دفع الدين كله علشان أنت تبقى أمام الآب مبرر. ليه ترفض الحب؟ ربنا بيحبك، المسيح جه علشان بيحبنا. ولا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، هو جاي علشاننا وقال لنا كده، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. ولما قال المسيح لم آتي لأدعو الأبرار بل الخطاة، دي يعني الحقيقة مفهوم إسلاميا بالنسبة لنا، يعني كان صعب، انه انا عن نفسي كان صعب عليا اني افهم ان المسيح يجلس في وسط الخطاه ويدعو الخطاه، بالرغم من انه فكره الاله المفروض انها تكون فكره بتقول انه انا موجود علشان اديكم فرصه للنجاه، لكن بنلاقيها العكس في الناحيه الاسلاميه. فرحه، لو تحبي تكلمينا في حته انه المسيح اتى ليدعو الابرار، لا ليدعو ابرار بل ليدعو الخطاه، يعني من المفهوم الإسلامي كانت صعبة جدا. أيوة طبعا، لأن في الإسلام يقول لك أن الله لا يهدي القوم الكافرين، أن الله لا يهدي القوم المنافقين، أن الله لا يهدي القوم المشركين. أمال هتهدي مين يا فندم؟ جاي تهدي المؤمنين المهتدين أوريدي، يعني اللي هادين لوحدهم يعني هم مهديين، أنت جاي تعمل إيه؟ يعني تعمل ترسم عليهم ولا ايه؟ لكن المسيح جاي للخطاه مخصوص. امال يعني الابرار اللي على فكره، مش كلمه الابرار يعني ان هم ابرار فعلا، اللي شايفين نفسهم ابرار دول خلاص انت مش محتاج. الواحد لما بيروح للطبيب عارف انه مريض، بالتالي الخاطي اللي هو انا اولهم، انا محتاج المسيح، هو جاي مخصوص عشان الخطاه. المرضى، مش المرضى برضو الجسديين بس، لا، المرضى النفسيين، المرضى من الخطيه ضربه في حياتهم،
المسيح جاي للناس دول، وعلى فكرة يعني الناس كلها مضروبة بالخطية، Yes. فعشان كده المسيح جاي يعلن تماما إعلان عملي بمحبته للبشرية، إنه جاي يشفي الناس دول من المرض، مرض الخطية، مش يزيدهم مرض على مرض. Yes. ده صح. يعني المفهوم عجيب دايما. مرة تانية بنلاقي ان الشيطان عايز يعمل عكس اللي الله عايز يقوله لكم النهاردة. كل واحد بيسمعنا النهاردة، لو انت شاعر ان الخطية تقيلة عليك، لو انت شاعر ان حياتك صعبة وانك بعيد عن الله، الامر مش محتاج منك انك تقعد تعمل لستة وتتكلم فيها مع ربنا واحدة واحدة، ولا تعتذر عنها واحدة واحدة، ولكن الأمر محتاج إنك تقول له: يا رب أنا محتاجك النهاردة، أنا خاطي ومحتاج خلاصك يا رب، يا رب خطاياي التي أعرفها والتي لا أعرفها أنا بتوب عنها، يا رب خطاياي التي أذكرها والتي لا أذكرها بتوب عنها في اسم يسوع. وإنت تكون ابنه النهاردة، وانت تكون مقبول امامه النهارده دلوقتي. الله مش بيقعد يختبرك الاول ولا اي حاجه، بمجرد انك تاتي اليه يجري هو عليك زي ما عمل مع الابن الضال. مارينا اتفضلي اتفضلي. المسلم ما عندوش فكره الخلاص خالص، لكن عارفه يا اماني، لان القران ما اتكلمش على الخلاص، يعني صح. ككلمه كده مفرده دي ما اتكلمش عليها. عارفه يا اماني، في الكتاب المقدس حوالي اكتر من 100 مره مكتوبه الخلاص، مش في العهد الجديد، مش بدعه عملوها المسيحيين، ده موجوده في العهد القديم من اول سفر التكوين. يعقوب اتكلم عنها، حنة أم صمويل اتكلمت عنها، أشعياء اتكلم عنها، موسى اتكلم عنها، ومين؟ واتكلم على إن الخلاص هو بيد الرب، الرب خلاصي، الرب هو يخلصني، الرب عنده الخلاص، وهكذا. فدي عشان كده مترسخة فكرة الخلاص في الكتاب المقدس من أول سفر التكوين لغاية سفر الرؤيا. علشان كده المسيح جه، مش علشان خاطر يلغي القديم، ولكن علشان يكمله بالعمل التام اللي قام بيه على الصليب. مارينا اتفضلي لو ليكي تعليق. أنا ما قلت عليه بس هو شوية غريب على الإخوة المسلمين. عارفة فرحة وأنتي بتقولي كده، يعني فكرتيني بنقطة مهمة جدا، إن كلمة الخلاص في القرآن. أنا عايزة أديكم مفاجأة، إن كلمة الخلاص موجودة بس بطريقة تانية خالص، بكلمة سريانية اللي هي الفرقان. فرقان دي أصلها كلمة سريانية ومعناها يعني الخلاص. ولما سموا عمر الفاروق، الفاروق ده يعني المخلص، بس طبعا لأن هي أصلها كلمة سرياني المسلم مش بيفهمها. فالقرآن طمس الحقائق بكلمات مش مفهومة أو كلمات أصلها سرياني. فكلمة يعني أنا بدعو كده كل الإخوة المسلمين يدوروا يعني أصل كلمة فرقانه أو فرقان، اللي هي الفرقان اللي مكتوبة في القرآن، يعني إيه؟ إيه هو الفرقان ده؟ ما معنى أصل الكلمة دي؟ أو كلمة سريانية معناها خلاص؟ فيا مسلم، يعني هو عامل عليك عملية تعقيم، أنت محتاج المسيح هو المخلص، مفيش حاجة اسمها عمر هو الفاروق، لا، المسيح هو المخلص، الفرقان الحق هو الخلاص الحق اللي هو المسيح نفسه جه عشان يخلصك من خطاياك. يعني ضربتني كرسي في الكلوب يا مارين. يدوروا بقى، يدوروا ورايا صح. طيب بصوا، احنا قلنا حاجات يعني كتيرة في النقط اللي اتكلمنا عنها، عن لماذا جاء المسيح، بس في نقطة أحب إن احنا نختم بيها قبل ما ننتقل لهيجي تاني إزاي. هي نقطة إنه المسيح جاء ليخدم لا ليخدم، وهذا هو قلب الأب الحقيقي. أنا عايزاكم تعلقولي على النقطة دي. أقول إيه يا أماني؟ هو المسيح طول ما كان على الأرض، لما جه على الأرض
كان بيعمل ايه؟ كان جاي يخدم كل البشريه، كل اولا من الناحيه الناس اللي حواليه، كان ما سابش، كان المرضى والعمي والعرج واللي عليهم ارواح شريره من الناحيه الجسديه كان بيساعدهم، من ناحيه الاكل والشرب كان بيساعدهم، لكن والاهم من كل ده كان جاي في المهمه انه يخدم الناس، انه يقدم نفسه ذبيحه ويخلصهم من عبوديه ابليس. فده يعني دي محتاجه يعني كذا حلقه بصراحه يا اماني، مش كلمتين وخلاص. مظبوط، يعني الكتاب لما يقول انه ائتذر واكل وشرب وغسل رجلين التلاميذ وكده، الله كان عايز يدينا صوره انه كيف نحيا نحن الحاملين اسمه واللي عايشين معاه كخدام لاخواتنا للجميع. كان ممكن يجي كملك ولكنه اختار ان ياتي بصوره متواضعه، واحد من الناس، المسيح واحد من الناس، ولكن يعني صوره رائعه. مارينا اتفضلي. الإله في المسيحية هو عكس الإله في الإسلام تماماً. الله في الإسلام هو المتكبر، لكن إحنا بنعرف إن الإله عندنا متواضع، خد صورة العبد، جه في صورة إنسان علشان بيحبنا. لازم كده المفهوم ده يوصل لإخواتنا اللي إحنا بنحبهم. المسيح جه في شكل متواضع، شكل إنسان، خد صورة العبد علشاننا. طب ليه بيعمل كل ده؟ عشان بيحبنا. زي ما انت كده بتحب ابنك، ممكن تعمل كل حاجه عشان توصل لابنك، عشان تكلم ابنك، شوف هو بيبي بتعمل ايه علشان تلفت نظره وتكلمه وتديله وتشتغل من اجله وتحبه بدون اي مقابل، لانه ابنك. احنا كده ربنا بيشوفنا احنا اولاده، بيحبنا، جه في صوره انسان متواضع واحبنا الى ان بذل نفسه. فإقبل المسيح في السنة الجديدة دي، الميلاد والفرحة، الميلاد، ميلاد الرب يسوع، يعني افرحوا يا مسلمين وخدوا البشارة دي، بشارة مفرحة إن المسيح ولد من أجلك أنت شخصيا وبيحبك وجي عشان يفديك. فكرة أخيرة وقدامنا دقائق بسيطة جدا، الفكرة الأخيرة إنه المسيح اللي اتكلمنا عنه، هذا المولود من العذراء اللي بنشوف صورته وهو في محطوط في المزود وحواليه الصورة الجميلة للسيدة العذراء وغيره، اختار انه يجي في صورة الإنسان ده، اختار انه يجي في صورة السلام اللي احنا بنشوفه في الصور اللي بنشوفها عنه، اللي الكتاب بيتكلم عنها، مش المسألة مش صورة، يعني اختار انه يكون صورة للنقاء وللعطاء وللبر وللحب وللخدمة، علشان يعالج الموقف اللي احنا فيه. ولكن ما سبناش ومشي، هو ادانا الروح القدس علشان تكون تدينا الأدوات اللي هنعيش بيها لحد ما يجي مرة تانية كملك الملوك، كرب الأرباب. المرة التانية اللي هيجي فيها المسيح اللي بنتكلم عنها ونقول إنه المجيء التاني، هو المسيح سيأتي ليدين. فلا ننسى إن إحنا سنقابل المسيح الذي جاء ليدين. فمارينا وفرحة يا ريت تعلقولي، فرحة تفضلي، تعليق على المجيء التاني للمسيح وكيف ننتظر المسيح بقلوب مستعدة. المسيح هيجي على فكرة إسلاميا ومسيحيا، المسيح هيرجع تاني، بس طبعا في فكرة هبلة كده يعني، سوري، يعني في الإسلام ما هيجي عشان يكسر الصليب ومش عارف إيه، لكن المسيح جاي يدين الأحياء والأموات، في دينونة في المجيء التاني. المجيء الأولاني جه يقدم الخلاص للناس، يقدم الحل للناس، لكن المجيء التاني لازم هيحاسب. هيحاسب ازاي؟ اللي ما قبلش الخلاص، خطيتك على راسك انت، اللي ما قبلتش الايد الممدوده لك من ربنا، فبالتالي انت تمن الخطيه هتدفعها انت. فانا
بتاعه المسلم بقول له المسيح جاي ديان للعالم. حتى يعني في الكتاب المقدس كذا آية بتقول المسيح سيأتي على السحاب وحياة محبيه أولا، وبعدين الباقي اللي هم رفضوه ده هيحاكمهم. عارفة يا أماني إن في آية في سورة البقرة تقريبا بتقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعني إيه؟ يعني الله هيجي في ظلل من الغمام والمسيح جاي إيه؟ على السحاب ومعاه الملائكة هو بس هنا أمني كلمة المسيح وسابها الله. إحنا بنقول إن المسيح هو الله ظهر في الجسد، فده فعلا لما الآية بتقول وقضي الأمر، يعني خد بالك بقى يا مسلم لو جاء المسيح هيبقى قضي الأمر، فإلحق نفسك من دلوقتي واقبل خلاص المسيح علشان قبل ما يكون قضي الأمر. أمين. مارينا أختم بيكي بقى في دقيقة تدي رسالة للمشاهدين. إحنا كمسيحيين بنعرف إن إن حررتكم من ابن فبالحقيقة تكونون أحرار. أجرة الخطية هي الموت. أنت لو مش بتقبل المسيح مخلص شخص حياتك، مش بتقبل المسيح فداك، أنت هتدفع ثمن الخطية بتاعتك اللي هو إيه؟ حكم الموت هيكون عليك. فأنت لو قبلت شخص المسيح مخلص شخص حياتك وإن هو فداك بدمه وحبك ومحى كل خطاياك وتعيش معاه وتقبل ان هو يملك عليك هتعيش معاه. طب انت رفضت الحب، رفضت انه طلب من اجلك، رفضت المحبه اللي قدمها من اجلك، انت عايز ايه؟ انت اللي حكمت على نفسك. حكم الخطيه هو الموت الابدي، هو الجحيم، هو الانفصال عن الله. فرساله اخيره في الميلاد وكل سنه وكل الناس اللي بتسمعنا طيبين، تقبلوا المسيح مخلص شخص لحياتكم هيكون ليك الحياه الابديه، تقبل المحبه اللي ربنا عطاها لك هيكون ليك الحياه الابديه. طب رفض، انت اللي بتحكم على نفسك. وكل سنه وانت طيبه يا اماني. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، بشكركم، نورتوا البرنامج النهارده واديتونا كلام نعمه من الرب، واحنا فرحانين بحضوركم فرحه. ومارينا انتوا بركه كبيره، وبنتظر انه السنه الجايه يكون لينا يعني شركه في اعمال كتيره مع بعض. امين. طيب خليني اقول سؤال اخير للمشاهدين اللي سمعونا النهارده. اتكلمنا عن المسيح اللي جه واتكلمنا عن المسيح الآتي. سؤالي ليكو، هل تنتظر المسيح وأنت تعمل في الحقل مستعد لمجيئه التاني أم لا؟ الرب يبارككم والتقي بكم في السنة الجاية.